أهلا بكم وإلى عناوين الظهيرة. الباتريوت الإسرائيلي يفشل في إسقاط طائرة مسيرة حاولت اختراق الأجواء في الجليل من الأجواء السورية. نحمل المسؤولية أولا الأمريكان المتواجدين بالمنطقة. الحشد الشعبي يتهم التحالف الأمريكي بشن العدوان على مواقع المقاومة عند الحدود مع سوريا ويدعو الحكومة إلى اتخاذ موقف واضح. اشتباكات متقطعة في محيط مطار الحديدة واستمرار نزوح مئات العائلات بسبب قصف التحالف السعودي. من القصف والانقطاع المي وإغلاق المحلات والأفرام. والجارديان البريطانية تكشف عن صفقات أسلحة للسعودية بالمليارات تستخدم في اليمن ضمن نظام يصعب تتبعه. وأردوغان يواجه منافسة شرسة في انتخابات رئاسية وبرلمانية تشارك فيها المعارضة. وفي الظهيرة أيضا شهران من الثوران لم يخمدا بعد حمم بركان هاواي. فشل الجيش الإسرائيلي في إسقاط طائرة مسيرة حاولت اختراق الأجواء في منطقة الجليل من جهة المجال الجوي السوري بعد أن أطلق صاروخ باتريوت باتجاهها وأطلق هذا الصاروخ باتجاهها من دون أن يتمكن من إصابتها. وسائل إعلام إسرائيلية بثت مشاهد للدخان الناتج عن الصاروخ الذي أطلق فوق مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة باتجاه الطائرة والتي تمكنت وفق اعتراف الجيش الإسرائيلي نفسه من العودة من حيث أتت. معنا من بيت اللحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر أهلا بك. بالمبدأ مهمة الباتريوت هي الاصطياد أي شيء يقبل على هذه الأجواء حيث تتواجد سواء من صواريخ أو من طائرات. على ما يبدو هناك أزمة لزمن الباتريوت إن صح التعبير من المملكة العربية السعودية إلى فلسطين المحتلة. ما الذي جرى بالضبط؟ في الحقيقة هناك إشكالية كبيرة داخل الأرض المحتلة حيث نعتاد كل يوم أن نسمع صافرات الأنظار ثم يعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال بأنها كانت عن طريق الخطأ. صافرات الأنظار تضرب والصواريخ تنطلق وبالعكس حينما يكون هناك هجوم صاروخي كثير من الأحيان تسقط الصواريخ من دون أن تستطيع أن تمسكها القبة الحديدية أو الباتريوت. الباتريوت موجودة في الجنوب والشمال لكنها على الحدود الشمالية لفلسطين بشكل أكثر. الرواية الأولى للناطق بلسان الاحتلال بأنه شاهد طائرة من دون طيار وتم انطلاق الصاروخ أوتوماتيكيا. ثم بعد ذلك قالوا بأنه لم يمسك الطائرة. ثم بعد ذلك لجأوا إلى التهديد. في إشارة إلى أنه طائرة من دون طيار كما نذكر ذات يوم ادعت إسرائيل بأنه طائرة من دون طيار لحزب الله وصلت يطا عند حدود الخليل طائرة F-16 لم تستطيع أن تسقطها. نحن أمام مشهد جديد سواء في السايبر أو في الطائرات المسيرة. الباتريوت والقبة الحديدية والحدس واحد حدس اثنين حدس ثلاث أو صواريخ السهم لم تستطع أن تؤمن إسرائيل لا عن طريق غلاف جوي ولا عن طريق اعتراض. على كل حال من الأحوال نحن لا نتحدث عن تنافس كبير وإنما هي حادثة عرضية توحي لإسرائيل مدى عمق نقطتين أساسيتين. واحد الحدود متوترة غير مستقرة. اثنين كل إمكانيات إسرائيل لا تستطيع أن تضمن الجبهة الداخلية عدم وصول أجسام جوية أو صواريخ إلى أي مدى في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة. ما هو التقييم الإسرائيلي من الناحية العسكرية لها؟ للناحية العسكرية القول بأن الحدود غير مستقرة هذا عنوان كبير جدا ينسحب تحته الكثير من التحليلات المختلفة. أما على صعيد إمكانيات الطرف الآخر كما يقولون هم يتحدثوا أكثر من مرة بأنه تحميل الحكومة السورية المسؤولية. وطبعا حتى لو لم تكن سورية أو إيرانية أو فلسطينية أو لبنانية المبدأ نفسه نعود مرة أخرى. إسرائيل أرادت أن تقول أنها تملك كل شيء وحتى باها قادتها بأنهم لا يحتاجون إلى أمريكا لدعمهم. لكن نجد في كل حادثة أن خبراء أمريكيين يأتون ويمضون أشهر هنا من أجل توفير على الأقل حماية سيكولوجية تقنية للإسرائيليين. الباتريوت نظام إسرائيلي مدى اعتراضه ونجاح اعتراضه للطائرة المسيرة درس جديد على صعيد التوتر اليوم القادم. نعم
ناصر اللحم مدير مكتب الميادين كنت معنا من بيت لحم في فلسطين المحتلة، شكرا جزيلا. وعلى الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، استعدادات الجيش الإسرائيلي المتواصلة لسيناريو حرب شاملة لم تقنع المراقبين والخبراء بجدواها، في ظل إجماع على أن خاصرة إسرائيل الرخوة المتمثلة بجبهتها الداخلية غير محصنة وغير جاهزة لمواجهة كهذه. هاني فحص. كيف ستبدو حرب الشمال الأولى؟ الحرب التي تتوقعها إسرائيل مع كامل محور المقاومة ولا سيما بمشاركة إيران. هذا السؤال يشغل بال إسرائيل ويثير قلقها، خصوصا في ظل إقرار القيادة الأمنية الإسرائيلية ومعها رؤساء المستوطنات الشمالية بعدم جاهزية الجبهة الداخلية لحرب كهذه. الاستعدادات والمناورات التي قام بها الجيش الإسرائيلي مؤخرا وتضمنت تجنيد احتياط واستدعاء قوات إلى الجولان المحتل لم تقنع خبراء عسكريين بجدواها في معالجة مكمن الضرر الحقيقي. هناك نقص في الجبهة الداخلية والحكومة الإسرائيلية أهملت ذلك. كان يجدر بالحكومة أن تدفع بخطط التحصين والحماية بنحو أسرع، وهذا لن يتغير في المدى المنظور. الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستتلقى ضربات صاروخية مهمة بشكل لم تخبره من قبل. وما يزيد الأمر سوءا بنظر أوساط إسرائيلية هو أن التحصينات والملاجئ التي واجهت بها إسرائيل حرب تموز 2006 بقيت على حالها، على الرغم من ارتفاع مستوى التهديد كما ونوعا بما لا يقاس بالحرب السابقة. منذ حرب 2006 حتى اليوم لم يحدث أي تغيير جوهري في عدد الملاجئ في مستوطنات قديمة، بعضها موجود قبل إقامة الدولة. نحن لا نتحدث عن طائرات ورقية ولا عن صواريخ القسام، بل نتحدث عن مئات الأطنان من المواد المتفجرة التي ستتطاير فوق رؤوس المستوطنين، ما سيلزمهم المكوث تحت الأرض لفترات طويلة. المستوطنون وكل رؤساء المستوطنات الشمالية من كريات شمونة إلى حيفا يدركون بحسب مراقبين أن هذا الجمال والهدوء الريفي سينقلبان في لحظة ما إلى أصوات إطلاق نار وصفارات إنذار. والسؤال الذي يشغل بالهم هو متى ستأتي هذه اللحظة؟ والأهم، هل ستكون إسرائيل مستعدة لها؟ وفي الجنوب السوري، أفاد مراسل الميادين بحالة إرباك في أوساط الجماعات المسلحة في تلك المنطقة. يأتي ذلك عقب أبلاغ واشنطن هذه الجماعات بألا تتوقع دعما عسكريا للمساعدة في مواجهة عمليات الجيش السوري لاستعادة مناطق جنوب سوريا والجولان المحتل. وفي رسالة بعثت بها واشنطن إلى قادة الجيش الحر، دعته إلى ألا يبني قراره على افتراض أو توقع أي تدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة. وكان قرار مجموعات من ألوية العمري بالقتال إلى جانب الجيش السوري ضد جبهة النصرة قد فتح الطريق أمام مجموعات مسلحة أخرى لسلوك الطريق ذاته. خطوة تضعف من سيطرة الجماعات المسلحة المرتبطة بغرفة الموك والاستخبارات الإقليمية. محمد الخضر والتفاصيل. استعراضات عسكرية لأكبر المجموعات المسلحة جنوب سوريا تسبق ساعة الحسم. فرقة شباب السنة المتمركزة في بصرى الشام وتعداد يزيد على 6000 مسلح، وجيش الثورة المنتشر بين المزيريب ونصيب جنوبا، وجيش العشائر على الحدود مع الأردن، وفرقتا 18 من آذار والحمزة المنتشرة في ريف درعا الغربي وغيرها، مجموعات مسلحة يزيد تعدادها عن 25000 مسلح. حولت القنيطرة ودرعا إلى جغرافيا مرهونة بغرفة المك وتعليمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية والسعودية والإماراتية. واقع قررت دمشق حسمه باتجاه إنهاء الحالة المسلحة، فعودة الدولة إلى تلك الجغرافيا بالغة الأهمية. لا، هي ليست علاقات تسليح فقط، هي ارتباطات استخباراتية اجتماعية صحية. يعني تعرف أنه الجرحى خلال 10 دقائق أو ربع ساعة كان يكون الجريح من أي مكان في الأردن أو حتى في إسرائيل. وأظن حتى زيارة نتنياهو الأخيرة إلى عمان بوجود الأمير محمد بن سلمان كانوا بنفس الوقت، هي لتنسيق نقل الجرحى والذخيرة والأسلحة والمواقف السياسية. فشلت كل جرعات الدعم المالي والتسليحي الخليجي والغربي لتلك المجموعات. رهان الإسرائيلي على حزام أمني تلاشى بالتدريج مع تقدم الجيش السوري على كامل جغرافيا ريف دمشق الغربي. مجموعات أدركت عدم جدوى المواجهة وانتقلت إلى التسوية.
الطريق الذي بدأته ألوية العمري يشجع فصائل أخرى على العودة إلى خيار الدولة. هناك بعض الفصائل بعيدة عن الاحتكاك المباشر أو تلقي الأوامر مباشرة من المشغلين، يعني هي تابع لتابع. هذه الفصائل عندها نوع من الحرية أو هامش في اتخاذ القرار، وهذا الذي نعول عليها في أن ممكن أن تسعى لتسوية أوضاعها. ألوية العمري مهدت طريق التسوية في منطقة اللجات القاسية بتضاريسها الوعرة، خطوة تشجع كثيرين على الإقدام بعيدا عن تهديدات الفصائل المسلحة التي اغتالت أكثر من 10 وجهاء وعاملين في المصالحات خلال أقل من شهر. الارتباط المالي والتسليحي بالخارج يجعل قرار مسلحي الجنوب بالحرب أو التسويات مرتبطا بما يمليه المسلحون، قرار حسمته دمشق باتجاه عودة الدولة إلى المنطقة الجنوبية وإنهاء الحالة المسلحة بالكامل. محمد الخضر، دمشق، الميادين. ونبقى معك محمد الخضر، وتنضم إلينا من العاصمة السورية دمشق. محمد، أهلا بك. واضح بأنه كما ذكرت في التقرير القرار اتخذ، القرار السوري بالحسم العسكري، هذا يعني بأنه لا يمكن الحديث حتى هذه اللحظة عن أي وساطة أو جهود لا من مركز حميميم ولا من غيره، أليس كذلك؟ وماذا على الأرض؟ مرحبا، بالفعل هو كذلك، والدليل أن العمليات تسير بخطى متسارعة. هناك تقدم واضح على الأرض، خصوصا بالمحور القتالي الذي بدأ الجيش السوري عليه، هو المحور المتعلق بمنطقة اللجات، هذه المنطقة الوعرة الصخرية التي تشكل مدخلا لريف درعا الشمالي الشرقي. تبعد عن مركز مدينة درعا حوالي 75 كيلومترا، وعن دمشق حوالي 50 كيلومترا. اليوم كان هناك تقدم في عدة قرى وبلدات في هذه المنطقة، كان هناك تقدم حتى في البلدة الأهم في الواقع ضمن هذا المحور، هي بلدة بصر الحرير التي تفصل اللجات عن درعا. هناك تقدم كبير في هذه البلدة، وأن ما تحقق التقدم النهائي في بصر الحرير سوف يعني فصل منطقة اللجات بما تعنيه من محمية طبيعية متكاملة عن درعا، فصل كل هذا الوجود المسلح في تلك المنطقة. هناك تقدم في عدة قرى، في الشومارية، في دامة، في حوش حماد، في خربة السيب في تلك المنطقة، عدة قرى في الواقع سيطرت عليها وحدات الجيش السوري مع غارات مكثفة استهدفت نقاط متأخرة، وخصوصا غرف عمليات في منطقة النعيمة، في منطقة الحراك والمسيفرة، وهذه بلدات ومواقع أساسا تشكل معاقل أساسية إنجازت التسمية لمسلحي الجبهة الجنوبية. نعم، شكرا جزيلا لك محمد الخضر على كل هذه المعلومات، كنت معنا من العاصمة السورية دمشق. إلى العراق، حيث أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أن القوة التي تعرضت للقصف عند الحدود العراقية السورية الأسبوع الماضي هي قوة عراقية تابعة للحشد. وفي مقابلة خاصة مع الميادين شدد المهندس على أن القوة التي قصفت أسهمت في تحرير مدينة القائم من داعش في وقت سابق. من ضرب عندنا هو لواء 45 و 46 ضربت نقطة عندنا حوالي 50 الآن أعداد من الشباب موجودين بها، ضرب في هذه النقطة، ضرب الحشد الشعبي، ضربت قوات أمنية عراقية معترف بها من قبل الدولة العراقية، وذول ما جاي يشتغلون الحساب، هم اللي حرروا المنطقة أصلا. تحرير هذه المنطقة طبعا حرروها مع الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب. وإلى هذا حملت قيادة الحشد الشعبي التحالف الأمريكي مسؤولية القصف الصاروخي الذي تعرضت له قطاعاته قبل نحو أسبوع. نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس أكد للميادين أيضا أن العدوان نفذه التحالف الأمريكي وبقايا الصاروخ موجودة. نحمل المسؤولية أولا الأمريكان المتواجدين بالمنطقة. الأمريكان الآن لا يقومون فقط بالتدريب كما هو مفترض في التحالف الدولي، يفترض أن ما يكون عندهم شيء على الأرض. عدد قائد التحالف كان قبل يوم موجود في نفس المنطقة، ضابط برتبة 3 نجوم أمريكي. نحمل طبعا المسؤولية. القوات الأمريكية تقوم الآن بقيادة عمليات في شرق سوريا، عندها مقر قيادي في منطقة الحادث، قريب إلى منطقة الحادث، عندها مقر قيادي في منطقة السنجار، كل مواضعهم على الحدود الآن، احنا مشخصيها ومدققيها ومصوريها وقريبين. ان المهندس رأى ان قصف الولايات المتحدة هذه النقطة له اهداف مرتبطة بدور الحشد الشعبي في الحدود العراقية السورية.
واحد من الأهداف الأمريكية في ضرب هذه النقطة هو إخلاء الحدود العراقية السورية من الحشد الشعبي للقيام بما يقوم به من اعتداء على الأراضي السورية. بدوره أعلن مدير عمليات الحشد الشعبي أبو منتظر الحسيني أن المنطقة المستهدفة تمثل نقطة ارتكاز مهمة في الدفاع عن القائم غربي الأنبار، وقال أن القوات في تلك المنطقة موجودة بعلم من العمليات المشتركة وقائد عمليات الجزيرة والبادية. ومن جهتها أعلنت كتائب حزب الله العراق تعزيز وجودها العسكري عند الحدود لمنع الأمريكيين من تنفيذ مخططاتهم. المتحدث العسكري باسم الكتائب جعفر الحسيني قال أن الضربة التي تعرضت لها القطاعات العسكرية كان هدفها فتح ثغرة للعصابات الإجرامية بهدف التسلل باتجاه الحدود، وأضاف أن الكتائب وبقية فصائل المقاومة لا يمكنها أن تعول على موقف الحكومة بشأن الغارات العدوانية، مؤكدا أنها ستعتمد على نفسها في إيجاد رد مناسب على تجاوزات التحالف الدولي الذي يعد عدوا لها وللشعب العراقي. إلى ذلك، نظمت فصائل المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي مسيرة تضامنية مع كتائب حزب الله في شارع فلسطين شرقي بغداد، وأكد المشاركون وقوفهم وتضامنهم مع كتائب حزب الله، مطالبين الحكومة بضرورة أن يكون لها رد حازم وحاسم تجاه الممارسات الأمريكية. ومن العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران. عبد الله، أهلا بك. الكرة رميت على ما يبدو على لسان المهندس في ملعب الحكومة، هل من رد حتى هذه اللحظة؟ حتى هذه اللحظة ما من رد صدر يعني إثر البيان والموقف الذي أعلنه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. كان موقف المهندس اليوم وكذلك موقف فصائل المقاومة في تضامنها مع كتائب حزب الله العراق ومع بقية الفصائل هي جزء من بقاء فصائل المقاومة موحدة في مواقفها، خصوصا لجهة ما يتصل بمواجهة داعش، وكذلك لجهة الموقف الذي يمكن أن يكون موقفا سياسيا لجهة مسلحي التنظيم وموقف سياسي لجهة الجانب الأمريكي الذي طبعا بدأ هذا الموقف تصاعديا برفض وجوده، برفض وجود المدربين، برفض وجود هذه العناصر الأجنبية بحجة التدريب، وهو موقف طبعا لا يتوافق تماما مع موقف القيادة العراقية، القيادة السياسية العراقية. وعلى هذا الأساس هو موقف تضامن مع كتائب حزب الله العراق. لماذا؟ لأن الكتائب منذ أن أعلنت عن سقوط عدد من الشهداء جراء هذه الضربة وكذلك ما تلا ذلك من بيانات، ما أربك المشهد هو بيان العمليات المشتركة، وأحدث سجالا على اعتبار أن العمليات المشتركة في بيانها التي أرادت فيه أن توصل رسالة أنه ما من ضربة أمريكية قد حدثت في الداخل العراقي، باعتبار أن هناك تنسيق مع جانب التحالف الذي تقوده واشنطن، هي في بيانها الذي أصدرته بيّنت وكأنها تخلت عن المقاتلين وعن الشهداء، وبينت وكأن هؤلاء لا ظهر لهم ولا دولة تنادي بحقوقهم ولا لجنة تحقيقية أو مساءلة للتحالف الذي من المفترض أن يكون ضيفا بناء على دعوة عراقية لمواجهة هذه التنظيمات لحماية التراب العراقي. وبالتالي كان للكتائب موقف رسمي واحد هو موقف وزارة الخارجية العراقية الذي سبقه موقف الحشد الشعبي. ما أربك المشهد زيادة سلمى هو موقف العمليات المشتركة الذي أكد أن المهندس لم يكن لديه علم بما صدر من موقف رسمي من هيئة الحشد الشعبي، وهو اليوم الذي حسمه نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس وقال أن ذلك هو إرباك وأظهر ضعفا في قيادة العمليات المشتركة وعليها أن تصحح، وأن التنسيق كان مستمرا على قدم وساق بين الحشد الشعبي وبين قيادة العمليات الجزيرة والبادية التي هي عملية مسؤولة عن هذه المنطقة التي تمتد ما بين القائم وصولا للمثلث العراقي الأردني السوري، وهي منطقة حساسة ومهمة جدا ومناطق كانت تؤمن خطوط نقل لمسلحي التنظيمات في تلك الفترة قبل أن تتم عملية تحريرها واستعادتها وكذلك الانتشار العسكري والأمني فيها. نعم، عبد الله بدران مدير مكتب الميادين كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد، شكرا جزيلا لك. وفي شأن عراقي آخر، أعلن رئيس الوزراء العراقي وزعيم التيار الصدري عن تحالف بين كتلتيهما البرلمانيتين للإسراع في تأليف الحكومة. الجانبان أعلنا أن التحالف بين سائرون والنصر عابر للطائفية والإثنية ولا يغلق الأبواب على باقي الكتل، ودعا إعلان التحالف إلى عقد اجتماع قيادي للاتفاق على الخطوات اللاحقة، كما شدد على تقوية الجيش والشرطة وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على وحدة البلاد وتأكيد التداول السلمي للسلطة. نحن حريصين
تشكيل هذا التحالف ودعوة الآخرين للسير معا، ودعوة ربما إلى جلسة قيادية عالية المستوى للكتل السياسية من أجل تخليص البلد من الأزمة التي يمر بها، خصوصا فيما يتعلق بما يجري في عملية العد والفرز للانتخابات. احنا نريد نسرع الاتفاق السياسي حتى نرسل رسالة إيجابية للمواطنين ورسالة إيجابية لكل الشعب العراقي. نحن جادون على المضي لتحقيق مصلحة الشعب العراقي، مو مصلحة الأشخاص. المناصب تأتي وتذهب، مو مهم الأشخاص في هذه المناصب، وإنما المهم خدمة الشعب العراقي. وأي أي شخص يصير في أي منصب، سواء كان منصب سيادي أو منصب آخر في الحكومة العراقية، عليه أن يلبي طموحات الشعب العراقي ويخدم الشعب العراقي. أعلن عن تحالف عابر للطائفية والإثنية للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على نقاط مبادئ مشتركة بما يضمن مصلحة الشعب العراقي بين سائرون والنصر، والتي تساهم في بلورة حكومة قوية تخدم تطلعات شعبنا في جميع المجالات. وعلى ضوء هذه المبادئ ندعو الكتل إلى عقد اجتماع قيادي للاتفاق على الخطوات اللاحقة. أفاد مراسل الميادين في اليمن بتواصل المواجهات المتقطعة بين الجيش واللجان من جهة وقوات التحالف السعودي في محيط مطار الحديدة من جهة أخرى. مصدر ميداني أفاد الميادين بأن القصف المدفعي المتبادل يتخلل المواجهات في محيط منصة العروض غرب المطار بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي للتحالف السعودي على منطقة الكورنيش غربي المدينة. إلى ذلك قصف الجيش واللجان تجمعات ومواقع لقوات التحالف شرقي المجيلس في مديرية الدريهمي عند مفترق منطقة الفازة الساحلية جنوب المحافظة. في هذه الأثناء يتوالى نزوح مئات الأسر من محافظة الحديدة غربي اليمن، وقد وصلت أكثر من 2000 أسرة إلى العاصمة صنعاء مع اشتعال المواجهات واتساعها في الساحل الغربي. النازحون الجدد يعانون من انعدام المأكل والمشرب والمأوى المناسب لهم بعد تهجير التحالف السعودي لهم من منازلهم وضياع مصادر أرزاقهم. أحمد زبيبة. في هذا الممر في إحدى مدارس العاصمة صنعاء والتي اتخذت مخيما لنازحي محافظة الحديدة، تعيش أسرة بأطفالها ونسائها تفترش الأرض بعدما لم تجد لها مأوى. زحنا من القصف ولا انقطع المي وأغلق المحلات والأفرام، يعني نعاني من المعيشة. نزوح بخوف، هكذا تحكي زوجة النازح خالد، وطائرات التحالف فوق رؤوسهم يسمعون دوي الانفجارات. كان همهم الوحيد الخروج من الحديدة بسلام هم وأطفالهم. لما خرجنا احنا خايفين، اصلا ضرب الطوائر كانت من فوق، حتى السيارة كانت يقول الله يستر الله يستر من ضرب الطوائر. احنا مشينا شوية والطائرة ضربت. لما خرجنا خارج الحديدة خلص الحمد لله. ومن مدينة العمال في الحديدة نزح أحمد وعائلته المكونة من 10 أفراد منذ 5 أيام، وهم يتجرعون مرارة انقطاع المأكل والمشرب والملبس. خرجنا بثيابنا اللي فوقنا، لا شلينا ملابس معنا ولا شلينا فراشة ولا شلينا شيء. لنا 5 أيام من يوم الثلاث سكننا عند واحد، ما بالنا غرفة، نرجو على البلاط ما فيش فراشات. أجينا رجعنا هنا كنا ربما يبون لنا فراشات ولا يبون لنا حاجة. أنا زي ما أنت شايف إن إحنا الآن راكدين في البلاط. هذا المخيم يكتظ بالنازحين، فأكثر من 45 أسرة وجدت لها مكانا للسكن فقط، فيما تنتظر قرابة 2000 أسرة مكانا للعيش في وقت لم تقدم لهم فيه المنظمات الدولية والإنسانية أي دعم يذكر. كما تشاهدون الضغط عين كبير، والمنظمات التي تتكلم وتتحدث بأنها سوف تدعم سوف تعمل شيء، لحد الآن لا يوجد لنا أي دعم، إنما دعم بسيط وأغلبه مجهود شخصي من أغلب من سكان الحي. أعداد النازحين من الحديدة إلى ازدياد مع اتساع رقعة المواجهات وكثافة الغارات، والدعوة اليوم إلى حل يخفف من ألم النزوح وويلاته.
هذا ما أراده التحالف السعودي من حربه على الحديدة مؤخرا، المزيد من النزوح والفقر والمرض مع تفاقم الوضع الإنساني في كل قرية ومدينة. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. نبقى في اليمن. ينضم إلينا من الحديدة وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحوم. أستاذ قحوم، أهلا بكم. آخر المعلومات من الحديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في محافظة الحديدة، فضل الله سبحانه وتعالى ومواقف الجيش واللجان الشعبية الذين استطاعوا دحر المحتلين أو الذين جاءوا للاحتلال إلى ما بعد المطار، وبالنسبة كذلك إلى ما بعد الدوار الكبير وليس في المنصة كما ذكر في التقرير. نقول على أن الوضع بالحديدة الحمد لله الآن أشبه إلى الأمن والأمان، رغم ما كان به هذا التحالف من إرعاب من خلال قصهم بقنابل ارتدادية وقنابل فراغية أخافت في الخمسة الأيام الأولى الأسر وجعلهم ينزحون، بعض الأسر وليس كل الأسر، لأن طبعا نزوحهم إلى صنعاء تعب، لكن ظروف الناس نفسا وخوفهم مما حدث من عملية تهويل إعلامية كاذبة ومن عمليات قص طيران. طيب الآن ما الذي يجري بالضبط؟ ما الذي، أليس هناك من اشتباكات متقطعة في محيط مطار الحديدة؟ الاشتباكات متقطعة ما بعد المطار، قد دحروهم الحمد لله، وكذلك ما بعد المنصة، منصة العروض ما بعدها بفضل الله سبحانه وتعالى، والاشتباكات طبعا متواصلة يعني متقطعة ليست لكن العدوان في انكسار، واستطاعوا الرجال تدمير معظم آلياتهم وقطع طريق الإمداد عليهم من منطقة المجيلس الذي تم تطهيرها ومنطقة الفازة ومنطقة الجبلية، هذه طبعا في الخط الساحلي. الآن أصبح يعني شبه محاصرين لأنهم لا يستطيعون الآن مد يعني أصحابهم إلا عبر البحر بالزوارق البحرية. طيب. الحمد لله، واليوم أبشركم بإسقاط بارجة تم اليوم هذا، الآن تم من قبل قوى البحرية دق بارجة بحرية حاولت إنزال مرتزقة ومقاتلين، ونقول الحمد لله. هذه البارجة لمن؟ ما ذكرته مهم سيدي، الآن ذكرت بأنه هناك من قبل اللجان الشعبية والجيش إسقاط بارجة كانت تعمل على إنزال بحري. طيب لمن هذه البارجة؟ هذه البارجة قوة التحالف للإمارات والسعودية وأمريكا وإسرائيل، هذا الشر الذي يدمر الأمة الإسلامية. تم استهداف هذه البارجة كليا؟ نعم 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 بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب ما هو السيناريو المقبل لديكم؟ طبعا بالنسبة يعني زي ما تقول السيناريو، أن أبناء الحديدة وأبناء اليمن بشكل عام كلهم شكلوا لوحة بعد دعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عالم الأمة إلى الوقوف مع الساحل الغربي وصد هذا العدوان. نزلوا قبائل إلينا مساندين والحمد لله. هناك تقدمات وهناك كذلك أفواج من الوحدات الخاصة النوعية. طيب. تنزل إلى المحافظة وتقوم بعملية تطهير لهؤلاء، لأن هؤلاء لا يحملون أي مشروع سواء الارتزاق أو البحث عن المال أو المناصب أو النهب، لكن نحن نحمل عقيدة دينية أن هؤلاء يريدون تدمير دينك وتدمير أمتك وتدمير أرضك. نعم. لأنهم عملاء، وكل هذا المخطط الإسرائيلي الأمريكي التي تديرها الإمارات الذي انكشف أمام العالم، كل هذا يتمحور حول قضية القدس، هذه القضية التي يحاول السعودية والإمارات والخليج الذهاب إلى التطبيع. نعم. لكن الأمة الإسلامية والعربية نرفض هذا الانكسار، لأننا نحن أهل الإيمان وأهل الحكمة اليمانيون. وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحوم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وليس معنا أحد من الطرف الآخر كي يرد على هذا الكلام. بكل أحوال أشكر جدا لك هذه المشاركة. كشفت أو في غضون ذلك كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن لندن باعت السعودية صواريخ وأسلحة بلغت كلفتها مئات الملايين من الدولارات لكي تستخدمها في اليمن، وذلك تحت نظام ترخيص مبهم وغير شفاف، ما زاد من الاتهامات للحكومة بمحاولة إخفاء حجم صادراتها من الأسلحة إلى السعوديين. سارة الحاف.
صواريخ وأسلحة بالمليارات باعتها لندن للسعودية لتستخدمها في اليمن. صحيفة غارديان البريطانية كشفت أن ذلك كان يتم تحت نظام ترخيص غير شفاف يجعل من تتبع صفقات بيع الأسلحة أمراً صعباً، ما يثير اتهامات للحكومة بمحاولة إخفاء حجم صادراتها من الأسلحة إلى السعوديين. الحكومة بحسب الصحيفة البريطانية دأبت على تكرار مقولة إن عمليات بيع الأسلحة تتم تحت إشراف دقيق وأن الترخيص يعطى لكل حالة على حدة، لكن المعلومات كشفت أنه خلال السنوات الخمس الماضية كانت الصواريخ تباع إلى السعودية في إطار ما يعرف برخص الصادرات الفردية المفتوحة التي عادة ما تستخدم للمواد الأقل حساسية والتي لا تلزم البائع بالحصول على موافقة مسبقة لكل عملية تصدير. نظام مبهم إذن استخدم لتحويل الأسلحة الحساسة للغاية إلى النظام السعودي، إذ قدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أنه منذ عام 2013 باعت بريطانيا السعودية نحو 100 صاروخ من نوع ظل العاصفة، وهو صاروخ بعيد المدى من نوع كروز بقيمة تتعدى 100 مليون دولار. كذلك باعتها 2400 قنبلة من نوع بافوي 4 بقيمة تقترب من 200 مليون دولار، وهي قنابل موجهة عالية الدقة تعمل بالظروف المناخية كافة على مدى 24 ساعة متواصلة، إضافة إلى 1000 صاروخ بريمستون بريطاني بنحو 130 مليون دولار. وبريمستون هو صاروخ قوي وفائق الذكاء رغم وزنه الخفيف، إذ يبلغ مداه 20 كيلومترا عند إطلاقه من المقاتلات و 12 كيلومترا عند إطلاقه من المروحيات. صحيفة غارديان نفسها كانت قد حملت في مقال سابق بريطانيا مسؤولية أهوال الحرب اليمنية، قائلة إن هذه الحرب تتم إدارتها بأسلحة بريطانية وأمريكية وفرنسية وبرعاية دبلوماسية من الغرب، مضيفة أنه حتى لو تم إنكار التواطؤ فإن أحداث الأيام الأخيرة قد كشفت عنه. الظاهرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. حتى مقبرة باب الرحمة الفلسطينية لم تسلم من انتهاكات الاحتلال. من جديد أهلا بكم. يواصل الناخبون في تركيا الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدلى بصوته في الانتخابات التي يتنافس فيها مع 5 مرشحين على منصب الرئاسة. أما في الانتخابات البرلمانية فتجمعت أحزاب الموالاة في تحالف الجمهوري لمواجهة تحالف الأمة الذي يضم أحزاب المعارضة. وينضم إلينا من إسطنبول مراسل الميادين محمود واثق. محمود، آخر المعلومات حول الانتخابات لديك؟ يعني كما هو واضح في الصورة خلفي الأجواء الانتخابية هنا باقي لإغلاق صناديق الاقتراع ساعة ونصف من الآن، بدأت الحركة تخف والإقبال بدأ ضعيف على مراكز الانتخابات. حسب تصريحات المرشحي الرئاسة التركية بدءا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تحدث وقال بأنه لم تكن هناك مشاكل جدية في هذه العملية التي وصفها بأنها صارت بالشكل الجيد حتى الساعة. مرشح الرئاسة التركية أيضا من حزب الشعب الجمهوري محرم إنجا الذي أدلى بصوته في مدينة إزمير في غرب تركيا قلعة حزب الشعب الجمهوري تحدث عن بعض الخروقات والتضييق المتعمد من قبل بعض الموظفين في اللجنة الانتخابية لأنصار حزب الشعب الجمهوري. كذلك كانت هناك بعض الخروقات تم تسجيلها في مناطق جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية التي غالبا ما تصوت لحزب الشعوب الديمقراطي ولمرشح هذا الحزب صلاح الدين ديمرتاش الموجود في السجن. إذن العملية الانتخابية في عموم البلاد جرت بشكل سلس حتى الساعة حسب ما تقول لجنة الانتخابية، وأنه لم تسجل أي خروقات كبيرة تعكر صفو هذه العملية. صناديق الاقتراع سيتم إغلاقها بعد ساعة ونصف من الآن في عموم البلاد ليبدأ عملية الفرز، فرز أصوات التي تم استعمالها لانتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد، على أن تتم إعلان النتائج تباعا بدءا من
الانتخابات الرئاسية ومن ثم الانتخابات التشريعية التي تنافس على للحصول على مقاعد البرلمان 8 أحزاب رئيسية في تركيا ضمن تحالفات حزبية، تحالف الشعب المكون من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية مع ضد تنافس تحالف الأمة المكون من الأحزاب المعارضة بالإضافة إلى حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتنافس وحيدا في هذه المعركة. نعم، شكرا جزيلا لك محمود واثق مراسل الميادين، كنت معنا من اسطنبول. رأت لجان المقاومة في فلسطين في بيان لها أن الفعاليات المستمرة في رام الله تحت شعار ارفعوا العقوبات تعبر عن الوعي الشعبي بأهمية وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة المؤامرة، ولفتت إلى أن على السلطة التقاط الرسالة والانحياز لإرادة الجماهير. وكان مئات الفلسطينيين قد شاركوا أمس بتظاهرة احتجاجية وسط رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة والتي وصفوها بالجريمة وحذروا من كارثة إنسانية قد يتعرض لها القطاع في ظل نقص الكهرباء والماء وكذلك الدواء. شعب يريد إنهاء الانتساب، الدم يريد إنهاء العقوبات، الشعب يريد. مصرون على استمرار حراكهم حتى رفع العقوبات كاملة عن قطاع غزة، تظاهر مئات الفلسطينيين في رام الله مطالبين بإنهاء الانقسام وواصفين العقوبات على غزة بالجريمة. المتظاهرون هتفوا للوحدة وطالبوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتدخل لتطبيق قرارات المجلس الوطني الأخير الداعية إلى رفع العقوبات عن القطاع واستعادة العمل من أجل الوحدة. هذا الحراك مرة أخرى في رام الله يعيد التأكيد أن الشعب الفلسطيني بقواه بشخصياته ما زال يؤمن بقدرته على التغيير وبتحديه لكل أي شكل من أشكال القمع اللي تعرض له في المرة الماضية، وبعتقد هاي بأكد على استمرارية وأن كرة الثلج تكبر يوما بعد يوم بغض النظر أحيانا تقل قليلا لكنها بالنهاية تكبر. المتظاهرون من شبان وأكاديميين وممثلين عن الفصائل جابوا شوارع رام الله منددين بحسم رواتب الموظفين في القطاع وتقليص فاتورة الكهرباء والتحويلات الطبية من القطاع، وطالبوا حركتي فتح وحماس بألا يكون خلافهما سياسي على حساب المواطنين في غزة. نحن لن ندفع ثمن استقطاب سياسي ولن ندفع ثمن صراع سياسي بين فتح وحماس وغيرها أيضا اليوم وأيضا في المستقبل. نحن الأجندة الوحيدة التي لدينا وتحركنا هي الهم الوطني الفلسطيني. التظاهرة التي قمعت قبل نحو 10 أيام استقبلها رجال الأمن الفلسطينيون هذه المرة بتوزيع الأعلام ووقفة مقابلة من حركة فتح، دعت للتظاهر أيضا ضد المخططات الأمريكية والإسرائيلية لتبرير ما بات يعرف بصفقة القرن. نقول لجماهير شعبنا الفلسطيني أن هناك من يحاول أن يخلط الأوراق داخل الشعب الفلسطيني من أجل تمرير ما يسمى بصفقة العصر من خلال إرباك الشعب الفلسطيني، من خلال الدعوات ممكن أن تؤثر على حراك الشعب الفلسطيني الاحتجاجي ضد الاحتلال وضد الموقف الأمريكي. ومن المتوقع أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا خلال الأيام المقبلة لبحث أوضاع القطاع في ظل العقوبات واستمرار الانقسام. الوطن واحد والهم واحد، ونزاع على السلطة والخلاف في السياسة لا يعني كثيراً المواطن العادي الذي له قريب أو صديق ينام في غزة من دون ماء أو كهرباء أو حتى طعام. نسل سلمي، رام الله، الميادين. قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤول عن ملف التسوية في الشرق الأوسط أنه مستعد للعمل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إذا كان مستعدا لذلك، وإلا فأن واشنطن ستتوجه مباشرة إلى الفلسطينيين. صحيفة القدس الفلسطينية نقلت عن كوشنر أنه لا يريد التحدث عن تفاصيل الصفقة التي تعمل عليها واشنطن للتسوية، مشيرا إلى أنها ستكون معدة قريبا.
حركة فتح دعت أبناء الشعب الفلسطيني وكل القوى ووسائل الإعلام للتواصل والالتحام والوحدة في مواجهة صفقة القرن. المتحدث الرسمي باسم الحركة أسامة القواسمي قال إن الجهود الفلسطينية الشعبية يجب أن تتضافر للتصدي للمؤامرة الكبرى والتي تحاك بين أعضاء الفريق الواحد الأمريكي الإسرائيلي على حد تعبيره، كما شدد على أن هدف الأفكار الأمريكية يكمن في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية تماما. معتقدات دينية يهودية تسخر سياسيا لمصادرة الأرض الفلسطينية من دون استثناء المقابر الإسلامية منها. مقبرة باب الرحمة في القدس لها قصتها. هناء محميد. على امتداد السور الشرقي للبلدة القديمة والأقصى المبارك، انطلاقا من باب الأصباط إلى الجنوب، تقع إحدى أعرق المقابر الفلسطينية، مقبرة باب الرحمة، تيمنا باسم الباب التاريخي الذي يتوسطها. مساحتها 23 دنم، والأراضي الوقفية التي والمحيطة بها مساحتها 5 دنمات. هذه المقبرة ضمت في ثراها رفاة الصحابة الكرام ومن الأعلام ورجالات مدينة القدس على مر 1400 عام. وكغيرها من المقابر في فلسطين، تتعرض هذه المقبرة إلى شتى الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، انتهاكات تصاعدت في الأشهر الأخيرة. في تسعينيات القرن الماضي تم اقتطاع أجزاء من التربة لمصلحة الشارع، طبعا تم العبث في هذه القبور وهدمها ولمصلحة الشارع طبعا. وفي سنة 2003 تقريبا أو 2004 تم مصادرة الأجزاء الجنوبية من المقبرة طبعا، ومنعوا الدفن فيها لليوم لمصلحة الجمعيات الاستيطانية بمهدو في هذه التربة، بدهم يطهروا هذه التربة من القبور ومن الرفاة تمهيدا لقدوم المسيح. مثلا في هاي المنطقة هون في هاي التلة بدهمش حدا يدفن ولا إشي، فبحاولوا بلحقوا الجنازة وبوقفوا على باب القبر، بخلوش حدا يعني يحط الجثة في قلب القبر. يعني وصلت فيهم الوقاحة والوساخة، يحفروا القبر من جوا ويطولوا العظم منه، وهذا عماله بصير يعني هجمة شرسة على كل المقابر في كل أنحاء البلد وبالذات هذه المقبرة. مخططات استيطانية تهدف لضم المقبرة إلى ما يسمى بالحدائق التوراتية في الحوض المقدس، ومنها ما يطمع بفتح باب الرحمة وجعلها ممرا إلى كنيس يقام داخل باحات المسجد الأقصى، فضلا عن تسخيرها لعبور المسيح المنتظر في آخر الزمان بحسب المعتقدات اليهودية. حتى في مماته لا ينجو الفلسطيني من عذابات الاحتلال، فالتراب الذي يحتضنه هو بنظر الاحتلال الإسرائيلي أرض لا بد من مصادرتها بكل ثمن، خصوصا إذا ما كانت في القدس. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين. قال السياسي والنقابي الأردني ليتش بيلات أن الأحزاب الدينية الأردنية رضيت بتقزمها وتسكت على تعرضها لمضايقات أمنية. وفي حديث للميادين رأى أن هذا الواقع يحتاج إلى توقيف اختطاف الدولة من جانب الديوان الملكي على حد تعبيره. هل تعرف أنه 3 أحزاب موجودة الآن دخل عليها الأمن قبل أسبوعين 3 شهر، دخل عليها دخول واختطف ملفاتها واحتلها ولم تجرؤ أن تصدر بيانا؟ أي أحزاب يا أخي؟ إذا الحزب الكبير 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 رضي أن يتقزم، إن الإسلاميين تقزم ما الوجود، تقزم ما الوجود، أي حزبية؟ بعدين فاقد الشيء اللي يعطيه أنه عطل الرزاز أنه خلوا هيك بدي، من قال لك فاقد الشيء لا يعطيه؟ لا هذه الحكومة ولا حدا بيقدر يعطي هذا الموضوع. هذا الموضوع بده نفض من 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 أصوله، من تحت بده نفض، بده توقيف اختطاف الدولة والحكومة من الديوان الملكي. مختطف، الحكومة مختطفة. ولفت شبيلات إلى أن التعديلات الدستورية في الأردن تحصل وفق الرغبة الملكية من دون أي اعتراض من جانب الشخصيات الأردنية من وزراء ونواب وأعيان. وفي مقابلة مع الميادين وصف الحكومة والمعارضة على حد سواء بالتافهة. لا عنا موالاة أتفه من تافهين، معارضة أتفه من تافهين، النقابات أصبحت في منتهى التفاهة. ها شخصيات يعني خد الملك بيحلم بالليل أنه بده يغير الدستور، خلال 24 سنة بغير الدستور، ومئات الشخصيات إن كان نواب ولا وزراء ولا أعيان بيوافقوا، يخرب بيتهم.
ولكم ما فيكم رجال؟ هكذا تختطف الدولة؟ وإلى الولايات المتحدة، حيث يواصل بركان كيلاويا في هاواي قذف حمامه رغم مرور ما يقارب الشهرين على انطلاق ثورانه. وقد أظهرت المشاهد الواردة حجم الحمام البركانية التي واصلت تدفقها في الجزيرة دافعة بالصخور البركانية نحو المحيط. والآن إلى الأخبار الرياضية ومحمد الجرادي. مرحبا محمد. مرحبا سلمى، تفضل. شكرا. أهلا بكم. من يعرف الكرة الألمانية جيدا يدرك أن المواجهة مع هذه المدرسة لا تنتهي إلا في صفارة نهاية. هذا تماما ما حصل في مباراة المانشافت مع السويد التي تقدمت بهدف في بداية المباراة، فظن الجميع أن بطلة العالم متجهة نحو خسارة ثانية، لأن ماركوس رويس أدرك التعادل وانحبست الأنفاس حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من ضائع، وسجل توني كروس هدف الفوز الغالي، وبهذا الفوز تفادت ألمانيا نهاية مشوار مأساوية لم تعتد عليها في تاريخها. فرحة جنونية لجماهير المانشافت امتدت من سوتشي إلى مختلف المدن الألمانية. الآلاف من المشجعين هتفوا لنجم ريال مدريد بعد هدف الإنقاذ الذي أعقب أول حالة طرد لأحد لاعبي المانشافت جيروم بواتينغ منذ طرد ميروسلاف كلوزي أمام صربيا في مونديال جنوب أفريقيا. صيحات التشجيع لم تقف عند حد الاحتفال بهدف كروس، بل تعدتها للرقم القياسي الذي سجله كأول لاعب ألماني من مونديال 66 يلمس الكرة 144 مرة. ويمكن القول إن المكسيك تأهلت منطقيا إلى الدور الثمن النهائي للمرة السابعة تواليا. منتخب التريكولور حقق انتصاره الثاني على التوالي ضمن المجموعة السادسة، وجاء على حساب كوريا الجنوبية بهدفين لواحد. وقدم المكسيكيون أداء جيدا على غرار مباراتهم الأولى عندما فازوا على ألمانيا. هذه المرة تقدموا بهدفين لكارلوس فيلا وشاشاريتو، بينما قلص نجم توتنهام الإنجليزي سون يونغ مين النتيجة. ووجد لاعبو المكسيك أنفسهم مضطرين إلى صناعة اللعب أمام منتخب كروي الكوري متكتل في منطقته. وضاقت الساحات بجمهور المكسيك احتفاء بالوقوف على اعتاب دور 16. المدن المكسيكية غطت بالمحتفلين بإنجاز تشاتاريتو كأول مكسيكي يسجل 50 هدفا للتريكولور في 104 مباريات. ويملك نجم وستام يونايتد الإنجليزي فرصة زيادة غلته من الأهداف في المباراة الثالثة أمام السويد التي تحتاج فيها المكسيك إلى الفوز أو التعادل لضمان العبور. بذكاء خارق وهدوء فائق وشخصية المنافس الجدي على اللقب، امتص المنتخب البلجيكي حماس منافسه التونسي وخرج بفوزه الثاني تواليا. الشياطين الحمر ضمنوا منطقيا التأهل إلى الدور الثاني عن المجموعة السابعة بعد الفوز بخمسة أهداف لاثنين. ملعب أوتكريتي كان شاهدا على عرض تونسي مقبول لولا الأهداف الخمسة التي جاءت من أخطاء ساذجة. وتحجز بلجيكا بطاقتها رسميا في حال فوز إنجلترا على بنما كما هو مع نهاية الشوط الأول بأربعة أهداف أو تعادل ما وهو ما بات صعب المنال، وتخرج تونس رسميا مع خسارة بنما أمام إنجلترا، وبالتالي باتت بلجيكا أمام فرصة كبيرة لتصبح خامس بلد يبلغ دور 16، والفوز هو السادس تواليا لها في مبارياتها الـ 11 الأخيرة في النهائيات. منتشيا بالفوز على بولندا، أجرى المنتخب السنغالي حصته التدريبية الأخيرة في إيكاترينبرغ عشية مباراته مع اليابان. بطريقتهم الخاصة رقص الرجال أليو سيسي خلال الحصة التدريبية في صورة تعكس الأجواء المريحة داخل معسكرهم. زملاء ساديو ماني يتطلعون إلى فوز ثاني يحققونه أمام الكمبيوتر الآسيوي، ويأملون تحقيق ثالث فوز أفريقي في الدور الأول.
ختام مباريات اليوم مع أقوى المواجهات التي تجمع بولندا بكولومبيا ضمن منافسات المجموعة الثامنة. زملاء روبرت ليفاندوفسكي يدخلون اللقاء على وقع صدمة الخسارة الأولى المفاجئة أمام السنغال. الفوز هو المطلب الوحيد أمام فالكاو ورودريغاز وباكا وزملائهم. الأمل البولندية معلقة على نجم بايرن ميونخ صاحب الأهداف 16 في التصفيات لتجنب التعادل أو الخسارة وبالتالي تحقيق فرصة العبور إلى دور 16. بدورها تخوض كولومبيا اللقاء على وقع السقوط المفاجئ أمام اليابان في الجولة الأولى. الخسارة المخيبة غير المتوقعة وضعت رجال خوسيه بيكرمان أمام سيناريو صعب يحتم عليهم الفوز لإنعاش أمالهم بالعبور. المدرب الأرجنتيني طمأن جمهور كولومبيا إلى استعادة خاميس رودريغيز عافيته من الإصابة. وبعد حادثة طائرة المنتخب السعودي مشجعو بيرو التقطوا مشاهد لطائراتهم يتصاعد منها الدخان من دون أي حادث يذكر. العطل الطارئ حال دون أقلاع الطائرة بركابها في مدينة تيومين في رحلة كانت وجهتها العاصمة موسكو من إيكاترينبرغ. وكالة الطيران الروسية عزت تصاعد الدخان إلى ارتفاع حرارة الزيت في أحد محركات الطائرة. في إطار التعاون الدولي المشترك لضبط أمن المونديال وجهت مفوضية الأمن الكرواتية رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى المشجعين الذين ينوون القيام بأعمال عنف. الرسالة عقبت نشر لقطات من اشتباكات مع أرجنتينيين عقب الفوز بثلاثية. المفوضية الكرواتية أشادت بجهود الشرطة الروسية ونظيراتها الأرجنتينية في القضاء على أي حالات شغب بين المشجعين. هذا وسيكون بمقدور المنتخب الإنجليزي التفرغ للتفكير في رفع غلته من الأهداف في الشوط الثاني أمام بنما بعدما أنهى الشوط الأول بتقدم مريح. الأسود الثلاثة يتجهون لتحقيق انتصار ثاني ضمن المجموعة الثامنة ليضمنوا بذلك مع بلجيكا بلوغ الدور الثاني. وسجل المنتخب الإنجليزي 5 أهداف بمعدل هدف كل 10 دقائق في الشوط الأول وتولى على هز الشباك المدافع جون سونز في مناسبتين وكذلك هاري كين من ركلتي جزاء وجيسي لينيغارد. وباتت إنجلترا بحاجة إلى تسجيل هدف إضافي واحد على الأقل لتتفرد بالصدارة بفارق الأهداف أمام بلجيكا. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية. نشكر لكم حسن المتابعة. عود عليك سلمى مجددا. محمد شكرا جزيلا. إلى العناوين. الباتريوت الإسرائيلي يفشل في إسقاط طائرة مسيرة حاولت اختراق الأجواء في الجليل من الأجواء السورية. نحمل المسؤولية أولا الأمريكان المتواجدين بالمنطقة. الحشد الشعبي يتهم التحالف الأمريكي بشن العدوان على مواقع المقاومة عند الحدود مع سوريا ويدعو الحكومة إلى اتخاذ موقف واضح. شبكات متقطعة في محيط مطار الحديدة واستمرار نزوح مئات العائلات بسبب قصف التحالف السعودي. زحنا من القصف والانقطاع المي وإغلاق المحلات والأفرام. الغارديان البريطانية تكشف عن صفقات أسلحة للسعودية بالمليارات تستخدم في اليمن ضمن نظام يصعب تتبعه. وأردوغان يواجه منافسة شرسة في انتخابات رئاسية وبرلمانية تشارك فيها المعارضة. وكان في الظهيرة أيضا شهران من الثوران لم يخمدا بعد حمم بركان هاواي. والمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة مواقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية وكذلك الإسبانية. الظهيرة انتهت، نلتقي على رأس الساعة وموجز لآخر الأخبار. في اللقاء.